يا ولدي شو تقول لي؟ انا بابا ما عايش في 52 في الثوره وعروس جديد هرب وهز السلاح، واضح ولا شعاره كان استقلال تونس. انا شعاري دوله القانون جوز كالامار، ما فيها شي نقاش. الجزئيات انا ما يهمنيش، فما مسيره فما نجي، فما نضال قانون نجي، نضال قضائي نجي، عركه نهبط، ما فيها شي تفسير. هذه حرب فلسطين نقعدوا نفصلوا، مش وجهه نظر هذه. وكاهو معناها قدرنا، قدرنا احنا اولاد الشابي، اولاد عليسة، فهمتني، اولاد اروى، باش نناضلوا للاخر مهما كانت الحاله. وبطبيعه سينقشع الاستبداد وخرق دوله القانون، وستعيدوا تونس كما جابوها شهداء الثوره، واثنين مع اصلاح الاعوجاجات والانحرافات التي حصلت والتي نقر بها. شعارات المسيره فما معتاد جدد، المحاكمات كبرت، أمل ظريف الانتخابات نزيهة زادت نقصة الأمل هذايا بعد عدم الإذعان والتصدي واغتيال الحد الأدنى من دولة القانون، وهو الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية، وما أدراك من المحكمة الإدارية وخاصة الجلسة العامة متاعها. إذا حماية لدولة القانون هذايا بالعكس أعطانا شحنة أكثر، على خاطر ما تكونش الهبة هذية لو مثلا المحكمة الإدارية رفضت الطعون متاع ثلاثة هذمك الرئاسي. واثنين يظهر لي توا حسب رأيي أنا بالمستجدات هذية، بما رفعه من بعض اللقاءات الكبرى متاع برنامج وعياش الزمال، والمعاناة اللي يعني بها وربط جاشو وبالفريق المحيط متاعه، يظهر لي أنا واحد من الناس باش ندافع على الرأي القائل بمساندته في الانتخابات والتصويت له.